أول شيء أشكركم على حضوركم لمؤازرتنا. طبعا هذا نوع من التحفيز كالإعلام يكون ويانا. الرياضة بشكل عام هي صحة، نشاط، قوة، همة، تعاون بين الموظفين، هذا اللي لامسته بالفريق. الصحة بسم الله ما شاء الله بدينا ناخذ لياقة بدنية، بدينا نغير منهج اليومي أثناء العمل الصبح والعصر، يوم الاثنين والاربعاء نقعد نفكر باللعب عشان نبذل جهد وناخذ طاقة أفضل. احنا على أتم الاستعداد في خطط المدرب كابتن هاني، ما قصر طبعا من تدريبات، من همة وقوة في العطاء. بإذن الله راح نفوز بمركز الأول ضد بنك الوطني بعزيمتنا وقوتنا وإرادتنا وتعاوننا بالملعب بإذن الله. والله هم البنوك الأخرى يعني بسم الله ما شاء الله أشوف أن قاعد أشوف تدريباتهم تمارينهم هم حلوة، يعني ما نقدر نقول أن نبي نشوفهم بالنهائي إن شاء الله. اتحاد المصارف بسم الله ما شاء الله يعني بطولاتهم، يعني مثل ما ذكر الكابتن هاني أن البطولات مستمرة، هذا أحلى ما في الاتحاد. اتحاد المصارف قام يعطي وسيلة ترفيهية معنوية صحية بشكل عام للموظفين عشان هم يغير الموظف من أسلوب أو نمط حياته. شكرا اتحاد المصارف على عطائكم اللامحدود للموظفين، هذا يدل على أنكم تهتمون في موظفينكم وعطائكم إن شاء الله مستمر وما يوقف يا رب.